الله. موضوع اليوم حكاية، حكاية وقعت في بغداد أيام الخليفة المعتضد. كان في بغداد تاجر له على أحد القواد الكبار، تعرفون يومئذ كان القواد أكثرهم من الأتراك وغيرهم، له عليه مبلغ من المال. كلما طالبه به هذا استمهل وأجل، استعان عليه بإخوانه ومن له صلة به، ما أعطاه المال. قاعد يفكر يقول إيش أعمل، هل أذهب إلى الخليفة المعتضد؟ الخليفة المعتضد هذا الخليفة كان السادس عشر من خلفاء بني العباس، كان قويا شجاعا مهيبا، هذا أعاد للخلافة هيبتها بعد أن صارت لعبة بأيدي القواد. فلقيه واحد من أصحابه قال له هل تحب أن تصل إلى مالك من غير أن تشكو إلى الخليفة؟ قال له نعم. قال له قوم معي الآن. قال له إلى أين؟ قال له أنت شو بدك وما عليك، امشي معي. فمشى معه إلى سوق ضيق في بغداد كان يسمى سوق الثلاثاء، فوقف على دكان، الدكان كانت على باب مسجد صغير وفيها رجل شيخ في السن خياط يشتغل بالخياطة ويقرأ القرآن، سلم عليه وقال له هذا التاجر له مال على القائد الفلاني والقائد لا يدفع له دينه. قال التاجر قلت بنفسي إنه هذا الصديق يسخر مني ويريد أن يضحك علي، وإلا ماذا يعمل هذا الخياط المسكين مع هالقائد بعدما عجز يعني رجال الدولة الكبار عن التأثير عليه؟ سألوا الخياط قال له هذا المال اللي لك عليه من أين، شو سببه؟ قال التاجر أنا والله هيك أجبته بترفع، قلت إيش دخلوا هذا؟ فقلت له أنه هذا دين استدانه مني، أخذ مني بضاعة وما دفع ثمنها، وأمامت عزمت أني أتركه وأمشي. قال الخياط قوموا بنا إليه ومشى، مشينا وراءه. قال أنا تأخرت قليلا وقلت له لصديقي حرام عليك أنت عم تسخر مني ومن هذا الشيخ وتعرض للأذى، فهذا الآن سيذهب إلى القائد فالقائد يضربه ويؤذيه ويطرده ما دام ما سمع من زملائه القواد الكبار. قال له أنت انظر وسترى. قال لما وصل إلى باب القائد وأنا تأخرت يقول التاجر عنه أمشي وراءه، إذا بالحجاب والبوابون بالبوابين الذين كانوا على باب القائد احترموه وسلموا عليه وفسحوا له المجال وهموا بتقبيل يده وقالوا له بماذا تأمر؟ قال لهم أريد القائد الفلاني. قالوا القائد غائب وإذا كنت تريد شيئا نحن ننفذه. قال ادعوه. فدخلوا بسرعة، ما مضت دقيقة واحدة حتى جاء القائد بنفسه. قال نظر إلي أولا، التاجر عم يقول لما شافني غضب وتغير وجهه وأراد يعني أن يسمعني ما أكره، لما وقع بصره على الخياط خاف وذهب الغضب واصفر وجهه وقال له ماذا تأمر؟ والله لا أقعد ولا أخلع ثيابي حتى تأمر بأمرك. عم يقول للخياط، قال له أعطي هذا حقه. قال نعم. قال له لكن ما عندي الآن، أكتب له أنه أدفع له الآن 5000 والباقي بعد مدة. قال نعم وكتب السند. قال لما خرجنا وضعت المال أمام الخياط وقلت له خذ منه ما تريد لأنه كله جاء بسببك. قال لا بارك الله لك في مالك، أنا ما أحب، أنا أعمل لله. قال له طيب بقيت لي حاجة واحدة، كيف القائد لم يسمع من كبار زملائه من القواد وسمع منك؟ قال له لهذا السبب، في له قصة لا أحكي لك إياها. قال له أنا إمام بهالجامع الصغير أصلي فيه وأخيط من 40 سنة للآن، لا عمري عرفت طريق الحكام ولا قرعت أبوابهم. يوم من الأيام انصرفت من صلاة العشاء وأنا خارج رأيت أحد الجنود من الأتراك
قد تعدى على امرأة مسلمة مستورة وصار يجرها، يعني يريد منها ما لا يريده الله، وهي عم تنادي أين الرجال؟ أين حماة الأعراض؟ ما عاد في البلد مسلمون، ألم يبقى أشراف؟ والناس كان الطريق أولا خاليا ما في إلا عدد قليل، فاستنجدت بهم ما استطاعوا أن ينقذوها منه، وأخذ هذا. قال أنا رحت لبيتي، قلت كيف أنا أقعد وأنام وأرضى بهذا المنكر يرتكب علنا وهالرجل هذا؟ إيش أعمل؟ رحت إليه، قرعت عليه الباب ونصحته، وجمعت بعض المصلين، عم يقول الخياط، من الجيران، رحنا إليه، خرج علينا هو ويعني خدمه وشيف، فضربونا وعذبونا وأخرجونا. هذا قعدت أنا أفكر، جئت لي أنام، ما جاءني نوم، ما استطعت أنام، كيف أنام؟ والبنت هذه ربما، وهذه البنت صارت تصيح، قال عدا يا جماعة، عدا عما يصيبني، يعني من في ديني وفي خلقي، زوجي حالف بالطلاق، إنه إذا لم أبت هذه الليلة في البيت فإنه يطلقني. هذا فكر، قال إيش أعمل؟ قال والله خطر في ذهني، مدام هالرجل هذا حلف ألا تبيت إلا عنده، فلو صعدت المنارة وأذنت بظن أنه هذا طلع الصبح فيطلق المرأة فتذهب إلى بيتها ليلا، ما بيكون وقع عليها اليمين. قال طلع على المنارة وأذن قبل الوقت، ما سمع إلا رجة في الطريق، ووجد الجماعة من الشرطة ومعهم المشاعل. قال أخ جاء الفرج، قالوا مين عم يأذن؟ قال أنا كنت في المنارة، قلت لهم أنا أؤذن. قالوا أمشي أشوف إلى أمير المؤمنين، فمضوا بي يقول الخياط، وأدخلوني القصر، فمشيت من صحن إلى صحن ومن مكان، فقال له الخليفة وهو غضبان كيف تؤذن قبل الوقت فتغش المسلمين؟ قال له إذا أمنتني أقول لك السبب. قال طيب قل ما السبب؟ قال فحكيت له قصة المرأة والجندي وما كان منها، فنادى هذا قائد الشرطة، قال له اذهب الآن إلى هذا الرجل فاستنقذ المرأة منه وجئني به. فجاء بالمرأة وجاء بهذا القائد، قال له المرأة خذوها، وجدوها أنه هذا القائد يعني ما أصابها بشيء ولا مسها، قال خذوها إلى زوجها، وهي مكافأة بعث إليه بألف درهم، وقال له أنه بناء على أمر الخليفة يستوصي بها خيرا، وما تمشي وحدة ثاني مرة في الليل حتى ما تتعرض لمثل هذا. وقال له الجندي أنت كم جرايتك؟ قديش بتأخذ راتب؟ قال له كذا. قال له قديش علاواتك؟ قال له كذا. قال له هالنعمة كلها ما تمنعك عن ارتكاب المعاصي، فأمر به فعوقب أشد العقاب. وقال له الخياط شوف كل ما وجدت أمرا منكرا من جندي أو من قائد ولو من رئيس الجيش أو من الوزير، العلامة بيني وبينك تطلع على المنارة فتؤذن، وأنا إذا سمعت الأذان أستدعيك. ولذلك صار هذا الخياط قال لم ما احتجت بعدها أن أؤذن أبدا، كل ما وقع تعدي من أحد أذهب إليه فبمجرد ما يراني يمتنع عن هالمنكر. وفي عنا مثل باقي في الشام، ما أدري لعله من القصة، إذا واحد ألح بشي قل له ما تصل إليه ولو أذن.